بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد. نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة، وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم اللي غادي يكون مختلف تماما على لي فيديو اللي موالفة كنحط معاكم دائما. كنشكر بزاف الناس اللي انضموا للقناة ديالي، كنقول لكم زيدوا شجعوني بلا لايك. في هذا الفيديو ان شاء الله غنتكلم لكم على طلاء الأظافر أو المانيكير. بزاف ديال الناس اللي كيتسائلوا واش المانيكير هل هي حلال أم حرام. هاد كلمة حرام البنات راها خطيرة خطيرة جدا. وهاد طلاء الأظافر راها جائزة في الصلاة، وعلاش ما يمكنناش نتوضاو بها؟ لأن الماء ما كيوصلناش للأظافر. هادشي علاش حنا ما نحلو ما نحرمو، نطبقو غير اللي قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة المائدة. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يعني خاص الماء يوصل لجميع اطراف اليد منهم الاظافر. كاين واحد المانيكير حلال، معناها حلال يعني ملي كنديروها كنطلوها الاظافر ديالنا وكنتوضاو بها، الماء كيوصل للاظافر يعني كتسرب الماء. هادشي علاش سموها حلال. انا ما لقيتهاش، قلبت عليها ولكن ما لقيتهاش. لقيت هذه اللي غادي نتقاسمها معاكم، هذه حتى هي زوينه بزاف علاش كتسهل علينا في التحيات ديالها. لهذا جيتكم بهذا الفيديو ديال اليوم اللي غادي نشارك معاكم فيه بواحد طلاء الاظافر اولا المانيكور اللي كتحيد بسهوله بدون اي ماده. موجوده كتباع عند جميع المحلات اللي كيبيعوا مواد التجميل وثمنها جد مناسب. غنديروا لهاد التجربه هذه غنشوفوها جميع. ما تنساوش لي لايك وما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده للجميع. نخليكم مع الصور وفرجه ممتعه. هذه هي المانيكور او طلاء الاظافر اللي خديت. كي شفتوا معايا راني سولتهم على المانيكور حلال ولكن ما لقيتهاش عندهم، مازال ما توصلوش بها. خديت هذه اللي كتحيد بسهوله كي قلت لكم، وغادي ندير هذه التجربه حداكم. غادي نديرها للاظافر ديالي ومن بعد تنشف واحد 6 دقائق ولا 7 دقائق ورجع معاكم باش نشوفوا كيفاش غنحيدوها. من بعد ما داز 6 دقائق نشفت مزيان هاد طلاء الاظافر اولا المانيكور. صافي دابا غادي نحيدها بهاد عود الاسنان. في التحيات ساهله دغيا كتحيد، وهكذا كيسهل علينا فين ما نجيو نتوضاو كنحيدو هاد طلاء الاظافر، ومن بعد لا بغينا نديروها كنديروها. هكذا نكون ساليت لا فيديو ديال هالنهار. نخليكم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم.